السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا مبسوطين وفي أحسن حال. متعودين إن احنا نتكلم مع أولادنا في كل حاجة ونفهمهم كل حاجة علشان ما يكونش عندهم مساحة إن هم يلجأوا لأي مصدر خارجي أو غير موثوق فيه علشان يسألوه. بس في حاجتين مهمين جدا ممنوع منعا باتا إن انتوا تتكلموا فيهم مع أولادكم قبل مرحلة البلوغ أو حتى من غير ما يسألوكم، ملهاش لازمة عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه، ممنوع تتكلموا معاهم عن المثليه الجنسيه. ايه اللي هيفيدهم وهيعود عليهم لما يعرفوا اي معلومات عن المثليه الجنسيه؟ خلينا نتفق ان الاطفال بتحب تجرب، وحتى لو ما كانش عندها الميول بيكون عندها الفضول، فهي عايز تعرف ايه ده، بيتم ازاي، بيحصل ليه، بيحصل ازاي، ايه اللي بيحصل لو انا عملت كده. يعني الاطفال دايما عايزه تجرب، فاحنا لو اتكلمنا معاهم علشان نثقفهم ونعرفهم ليه ده منكر، انكروه. الا اذا جم سألوكوا يا بابا يعني ايه كذا، يا ماما يعني ايه كذا. تاني حاجة، ما تتكلموش معاهم عن العادة السرية قبل ما تحسوا ان هم بحاجة ان هم يسمعوا معلومات عنها. ايه اللي هيفيد ابني ان انا اتكلم معاه في موضوع حساس وشائك قوي زي ده؟ واللي قلناه على موضوع المثلية الجنسية هو اللي بينطبق على العادة السرية، التجربة، حب التجربة. الحمد لله رب العالمين ان اولادنا ما عندهمش المشكلة دي، وانتوا اكيد عارفين اولادكم ومراقبين سلوكياتهم وملاحظين ردود افعالهم وملاحظين اصلا هما بيتعاملوا ازاي جوه البيت بره البيت، بيحكوا لكم ايه، بيتفرجوا على ايه، بيشوفوا ايه، بيلفت نظرهم ايه. دي كلها حاجات احنا لازم نكون عارفينها وملاحظينها على اولادنا. الحاجتين دول ملهمش اي لازمه ان احنا نتكلم فيهم مع اولادنا الا لو هم جم سالونا قالوا لنا يعني ايه بيحصل لي. وخلوا بالكم الكلام في النقط دي شائك وحساس جدا. لو فرض ان هم جم وسالونا، اول حاجه لازم رياكشن الوش يكون ثابت، يكون جاد، ما يكونش فيه خجل واضح، ما يكونش فيه استهتار وضحك وهزار واحنا بنتكلم في المواضيع دي، ما يكونش فيه الكلام مباح انه يكون حديث بقى ونقعد نتكلم ونحكي. لا، انت سألتني وانا جاوبتك في نقاط محددة مختصرة، رياكشن واضح ومفهوش زي ما قلت لكم اي حاجة تدل على الهزار والضحك. لا، انا بتكلم جد. ولازم تعرفوا لو المواضيع الكلام في المواضيع ده اتكرر اكتر من مرة مع انكم اتكلمتوا وفهمتوا، حاولوا تشوفوا هما بيسألوا ليه. هل مش مقتنعين، او هل في حاجة في دماغهم عايزين يأكدوها؟ يعني انتوا لازم تكونوا حريصين جدا في المواضيع اللي اولادكم بيسألوكوا عليها، وفي المواضيع عامة اللي بتتكلموا معاهم فيها، علشان ده هيشكل فيما بعد ردود افعال كتير انتوا في غنى عنها. السلام عليكم.